صلي. اهلا وسهلا بيكم، معاكم حلقه جديده من قهوه صيادين. النهارده احنا هنتكلم عن الملاحه البحريه واهميتها للصياد. اهميتها للصياد، ازاي تبقى قاعد في المركب فاهم المراكب رايحه فين وجايه منين، ويعني ايه نور اخضر ويعني ايه نور احمر، وفاهم الدنيا ماشيه ازاي، والنور الابيض ده بيبقى موجود فين؟ هل هو موجود على الراس ولا موجود في البنطلون؟ ايه الكلام الغريب اللي انت بتقوله ده يا رشيد؟ اليوم هنفهم أهمية ألوان الملاحة وأنوار الملاحة في البحر. مش بس كده، وهنعمل حلقة إضافية نشرح فيها أنوار الملاحة اللي جاية من بره، الإشارات والعلامات. اللغة اللي ممكن تتكلم بيها من بعيد، سواء بالإضاءة أو اللغة اللي أيوة، سواء بتتكلم بالإضاءة، سواء بتتكلم بالعلامات بالإشارات، واللغة اللي بين المراكب والقصة دي. حكاية كده طويلة عريضة، بس حلوة ومهمة جدا. هنعرفها لكم النهاردة مع حلقة جديدة مع الباشمهندس مجدي، وشرح وافي الحاجات دي. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلنا هنتكلم على الملاحة، وهنبتدي بداية تاريخية زي ما تعودنا في كل حلقة، وهنبتدي هنا بالآية، الآية اللي نزلت في سورة النحل، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. صدق الله العظيم. الآية دي بتدل على إن النجوم هي كانت في الأصل إزاي الناس بتعمل ملاحة، يعني بيمشوا في البحر مهتدين بالنجوم. في البر والبحر بس احنا عشان بنتكلم على البحر، فاحنا ايه بنتكلم على البحر. فهم، ولا الحقيقة أنا قابلت صيادين ورؤساء كان منهم محمد عبد الله، اللي هم بيشتغلوا فعلا على النجم، بيمشوا على النجم على النجوم. فدي كانت اول حاجه، الاهتداء بالنجوم. وبعد كده ابتدى البني ادم يعمل البوصله، ابتدى يعمل بوصله. طبعا البوصله كانت في الاول اشكالها بدائيه جدا، كان بيجيب مثلا زي معلقه ويحطها بحيث المعلقه تشاور على الشمال، ويقوم هو بعد كده يكون على لوحة اللي هي تحت المعلقة دي التوقيتات بقى، ولما الظل يترمي على حاجة يبقى ده الساعة كذا وده يبقى الساعة كذا، وبقى منها بوصلة ومنها ساعة يومية بتعرف التوقيتات مبارك ازاي. وبعد كده ابتدى بقى طور شويه واكتشف الابره المغناطيسيه، لانه عموما انت اي حاجه ممغناطه حره الحركه بتشاور على طول على الشمال، للشمال بتشاور للشمال. فاذا لقى ان البوصله هي دليله على ان هو يبقى عارف فين الشمال فين الجنوب فين وبتاع. لما استخدمها في البحر حطها في كوره مليانه سائل عشان اي حركه للمركب تبقى ايه، تبقى برضو موجوده، ما تتحشرش بقى، ما تتزنقش بتاع، فتبقى ايه الابره حره بتبين لك فين الشمال فين الجنوب. اللي هو الجيروسكوب. ده الجيروسكوب قبل اللي انا بقول عليه. الجيروسكوب ده اللي كان اصلا زي شراع كده بيتحط على لوحه، واخد بالك ازاي، متجه برضو للشمال، وبيعتمد على اسقاط الضوء عليه من الشمس. الشمس بتنزل عليه كده فتعرف ترمي ظل هنا، وبعدين انت بتتحرك كده فالظل يبقى كده، وبعد الظل ينقل تاني كده. فهي دي الطريقه اللي كانوا بيحددوا بيها التوقيتات، يعرفوا بيها الوقت. لكن البوصله البحريه اللي هي بقول لك بتبقى كوره
واخد بالك، وفيها البوصله في النص، فمركب تيجي كده تيجي كده هي البوصله ما بتتحرك يعني ثابته، ما انت تيجي كده انت تيجي كده، لكن هي في مكانها زي ما هو. وبالطريقه دي انت تقدر ايه، انت عاوز مثلا تمشي مسافة في اتجاه الشمال، مسافة في اتجاه الشرق، مسافة في اتجاه الغرب، بتمشي وبعد كده تشوف انت فين وبتاع. طب انت دلوقتي بتمشي هتعرف انت فين ازاي؟ فبرضو مع تطور الملاحة والمراكب اخترعوا الفنارة او المنارة، طب لك ازاي يجوز الاسمين خلاص. فالفنارة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن مبنى برج سواء بقى معمول بالحجر سواء معمول بالحديد زي ما بيتعمل، مهم في الاخر خالص في اضاءة طالعة منه طبعا بالنهار انت بتبقى شايفه خلاص، لكن بالليل بيبقى بيديلك ومضاد ضوء تعرفك ان ايه، ان هنا في بر. والفنارات بقى يا اما بتتحط على البر يا اما على جزر، يعني المناطق اللي هي بتشكل خطوره اثناء الملاحه. تبارك زي يعني انت ماشي في حته فايه، فهتلاقي مثلا جزيره فبتتحط على راس الجزيره، زي مثلا بتاعه شدوان هتلاقيها على راس جزيره شدوان من الجنوب، مفيش على الشبرور مثلا يعني لو بتتلاقى ده فوق جزيره فوق ايوه، خد بالك ازاي عشان تبقى عارف ان هنا في. وفي بقى كمان اللي هو ان يحط لك فانوس على الشبرور او القطعه زي ما انت بتقول، يعني مثلا زي قطع معينه او حاجه في وسط ممر ملاحي، يعني انت ماشي في ممر ملاحي فهو بيروح محدد لك ان في الحته دي في قطعه في حاجه، فاهم ازاي؟ فبيعمل لك عليها برج وبيحط لك عليها بقى دي، ده بيتسمى فانوس، وده بيبقى له ضوء واحد بس اللي هو الاحمر، وبيبقى غالبا ثابت يعني او بيضيء وبيدي ومضاد، لكن بالك واحمر بالظبط كده. لكن الفنارات بتبقى ومضات، وكل فناره وليها الومضات بتاعتها. يعني مثلا ايه، ومضه 2 3 وبعدين تسكت شويه، وبعدين ومضه 2 3 وبعدين تسكت شويه، في بقى ومضه وتسكت وبعدين ومضتين، خد بالك يعني كل فناره وليها سيستم اللي هي انت في بورسعيد اللغه بتاعتك، انت في كذا انت في كذا انت في كذا، بتحدد اسم المكان اللي انت فيه بالزبط. لو انت رجعت للجدول اللي معاك بعدد الانوار والفريكوانسي اللي بينها تعرف انت فين بالظبط ده مش كده بس، انت كمان هتعرف انت داخل على اي فناره يعني داخل في اتجاه ايه بالظبط، فاهم ازاي؟ يعني مثلا ودي حاجه انا عشتها يعني كتير واشتغلت عليها وانقذت ناس اصلا منها، اللي هي المنطقه بتبقى شايف فناره شدوان، فناره جزيره تيران، وفناره راس محمد، وفناره المحمودات. تبقى لك في فانوس في المحمودات او فناره الاربعه، يعني فاهم ازاي؟ ممكن انت بقى جاي كده تبقى عارف انت فين بالظبط، او ما هتشوف دي تعرف انك انت الدنيا سالكه، تعرف انك انت ايه. يعني يكلمني واحد مثلا احنا دلوقتي تايهين، طب انت دلوقتي شايف فناره طيب عد كده معايا، عد 1 2 3 وتسكت 1 2 3 يا سيدي دي تبقى مثلا يعني، بس انا مش متذكر، دي فناره شدوان، دي بقى فين بالنسبه لك؟ قال لي دي على يميني لورا، قلت له يبقى انت ماشي في اتجاه الشمال رايح على السويس. بالك؟ قال انا مش عايز اروح السويس، قلت له خلاص لف وارجع. خلاص لف وارجع هتبقى الفناره على يمينك. طيب دلوقتي انت بقى وانت ماشي كده شايف بقى فناره راس محمد؟ شايف فناره راس محمد بتنور 7
ومضات شايفها. طيب خليها في كتفك مش قدامك، لان قدامك في شعر. في كتفك يعني طول ما انت ماشي هي كده، هي واخده زاويه عشان في شعب كتير قوي اللي هي المحمودات والبطش وحتى راس محمد نفسها، يعني ايه في شعب كتير لازم تبقى انت بعيد لغايه ما تشوف فناره جزيره تيران. خلاص كده انت بقى ممكن ايه تلف وتخش على شرم الشيخ. خلاص يعني اللي اقصده يعني من القصه ان الفنارات دي مهمه. في حاجه كمان مهمه جدا، ان الإضاءة دي الواندا وبعدين واندا وبعدين واندا. ببساطة شديدة لو انت فكرت كده وحسبتها هتلاقي ان الفرق ما بين الومضات هيعرفك المسافة اللي بينك وبينها، هيعرفك المسافة. ما انت دلوقتي لو انت قريب هيبقوا ايه ورا بعض، لو بعت ان هي بتلف الإضاءة دي بتلف مش بتنور وتطفي، لا بتلف. خدت بالك ازاي؟ بتلف، فهي لفت كده. فطبعا لما تبقى انت قريب بتشوفهم بسرعه ورا بعض، لو بعدت بتشوفهم ايه؟ على ازمان ابعد شويه. خدت بالك؟ فانت لو عارف الكلام ده. احنا هنحاول طبعا يعني ننزل الفنارات زي ما هنتكلم، زي ما هنوريكم امثله دلوقتي عليها. هنحاول ننزل احداثياتها على الخريطة، الفنارات المصرية طبعا احداثياتها على الخريطة، وايه وهنجيب هنحاول نجيب، لان انا لقيت صعوبة شديدة في ان انا اعرف الومضات بتاعتها دي ايه، او يعني اجيبها ازاي. المهم بس ان شاء الله هجيبها وهنزلها بحيث انك انت تقدر تحسب لو مثلا ايه ما بين الومضة والومضة الثانية يبقى مسافتك بينك وبينها قد كده. خلاص عشان تبقى عارف انك انت لسه قدامك مسافه طويله قبل ما توصل. لما مثلا الثلاث رمضات دول يتعملوا في مثلا في 5 ثواني يبقى انت قريب مثلا يعني كده. واخد بالك؟ فدي برضو مهمه. ليه؟ لانك انت لما هتبقى ماشي في البحر لازم تبقى عارف، بيبقى الدنيا ظلمه كحل ظلمه، حتى لو في قمر بيبقى ظلمه، وانت محتاج علامات على البر عشان ايه تتجنب الاصطدام بايه بالبر او بالجزر او بالشعب. حلو كده؟ ناخد بقى امثله كده سريعه على الفنارات. طبعا احنا اول فناره بعد اذنك، طبعا احنا هنتكلم على اول فناره. طبعا اول فناره احنا بنلاقي ايه؟ قلعه قايتباي في اسكندريه. سألك قايتباي مش فناره يا فندم. ما انت اللي بتزعل في الاخر. انا عارف ان القلعه قلعه قايتباي، لو احنا بنتكلم تاريخ قلعه قايتباي اصلا مبنيه بالحجر بتاع فناره اسكندريه. دي الصوره بتاعت، معلش لحظه، ما انا عشان كده هتزعل انت. صوره البدور دالي. ايوه يا سيدي بقى، دي التصور بتاع سلفادور. حسبي الله ونعم الوكيل. التصور بتاع سلفادور دالي اللي رسمها، طبعا هي كلها تصورات، بس انا عايز اقول لك ان كل التصورات اللي اتعملت لفنار اسكندريه قريبه جدا. بالظبط. يعني معظمهم يعني تحس ان هم ايه كلهم تقريبا واحد. يعني كل الفنارات، كل الناس اللي رسمت فنار اسكندريه من الوصف كلهم تقريبا شكل واحد. ففنار اسكندريه يعتبر واحده من معجزات الدنيا السبع، مهمه جدا طبعا يعني، واخد بالك ازاي؟ وعشان كده تعتبر اهم فناره اللي بنتكلم عليها، يعني دي اول حاجه فناره اسكندريه. خد بالك اللي هي اصلا تاريخيه، ولما جت في اجواء سيئه وقعت فاتبنت القلعه بالاحجار بتاعتها. خلاص عشان بس انت ما تزعلش من سلفادور دالي، ولو مش عاجبك بحط الصوره الثانيه. طبعا احنا كان نفسنا نرص الفنارات كانك جاي مثلا من ليبيا وبتاخد الفنارات كلها تك 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 وانت ماشي لغايه ما توصل السودان، لكن يعني ايه مش هنتمكن او نعمل الحكايه دي، فهناخدهم بالترتيب اللي احنا قدرنا نجمعه، اللي هي مثلا دي فنار الدمياط،
ودي فنارة راس التين، فنارة العجمي، فنارة المنتزة، ثلاث فنارات في بورسعيد. عشان طبعا ده مدخل البغاز اكيد هتلاقي واحد منهم يعني بتاع قناة السويس غالبا يعني. هو ده غالبا ده يبقى قناة السويس اكيد. مدرج ازاي؟ وهو عموما يعني اي حتة اي راس زي ما اتكلمنا قبل كده ممتدة بطريقة تشكل خطورة على الملاحة لازم هتلاقي عليها فنارة. لازم هتلاقي عليها فنارة، ودي فنارة العريش، فنارة البرولوس، فنارة الزعفرانة قديمة دي. فنارة الزعفرانة قديمة طبعا. فنارة راس غارب جديدة جدا حديثة يعني. دي بقى فنارة راس غارب زي ما انت شايف الهيكل بتاعها حديدي. هيكل معدني وخلاص. هيكل معدني حديد، الناس معمولة بالحديد. والفنارات على اي حال دي قناة، دي فنارة جزيرة شدوان، ودي مهمة جدا، دي مهمة جدا لانها في مدخل خليج السويس. ده مدخل خليج السويس. مدخل خليج السويس يعني في بتحدد المجرى الملاحي، لو انت جاي من الجنوب رايح على السويس بتحدد المجرى الملاحي من جهة ايه الجنوب الغربي. تمام، بيبقى ايه ده فنارة شدوان بتحدد لك ايه المدخل بتاع خليج السويس. الفنارات اللي بعد كده فنارات موجودة على الريف، دي فنارة الغرداء، دي طبعا في اول غرداء من ناحية الشمال اهو. دي بقى الحاجات اللي بتبقى على الريف. انت كنت بتقول لي لا عشان بالليل. هو الحقيقه انت ممكن ما تشوفش الشعب دي بالنهار، برضو بالنهار ما تشوفش، ممكن ما تشوفهاش، وخصوصا امتى بقى اللي هو في وقت اخطر وقت للملاحه. هتستغرب جدا انت طبعا والمستمعين هتستغرب جدا، هو اخطر وقت للملاحه امتى؟ لما بيكون البحر حوال، الحوال ده اللي هو البحر بيبقى سطحه ثابت خالص عامل زي المرايه، بيقولوا عليه مرايه. بيبقى سطح ثابت جدا، بيبقى اخطر وقت للملاحة لان مفيش علامات. تبارك زي يعني احنا في الصورة دي بتاعت الفنار ده شايفين فيه تكسر الامواج. واخد بالك ازاي من ناحية ظهار القطعة او الشعبة. الظهار ده وانا ماشي ببقى شايفه سواء بالليل وبالنهار بقى. تبارك زي اللون نفسه بيتغير. فاهم ازاي؟ فشايف ان فيه هنا شعبة او في هنا حاجه، لكن لو في حوال ما بيبقاش باين حاجه خالص، وبيبقى المسافات ضايعه، وغالبا معظم الحوادث بتحصل في الوقت ده. تصور في اهدى وقت، في الوقت اللي هو ايه حوال خالص. فدي مهمه بالنهار وبالليل. طبعا بالليل ده الفانوس بقى بيعمل زي ومضات. ده فانوس مش دي غالبا ده فانوس غالبا فانوس. فبيدي ومضات حمراء بتعرفك ان هنا في شعب. ايوه خد بالك مش بر. اهو نفس الحكايه. ايوه تبارك ازاي. وهنا بقى بعدين بقى هننقل بعد كده على اللون، اللون اللي هو الاحمر. الاحمر ده يعني شمال. خدت بالك ازاي؟ يعني ده المفروض شمال. هنرجع للنهار، هنروح لها. هنروح لها. بس يعني المهم هي جت هنا. خدت بالك ده اللي هو اظن العرق. يبقى غالبا في واحد تاني يمين. مش شرط. ليه بقى؟ لانك انت لو ماشي كده هو هيبقى في واحد بس شمال. خلاص؟ خلي بالك بقى ان هنا في شعب وفي حاجه مشكله وفي احمر، يعني انت المفروض تبعد عنه تيجي يمينه. واخد بالك ازاي؟ لو اخضر يعني. لو اخضر تيجي شماله. ازاي؟ وهو ده طبعا ده المفروض ان هو لو انت جاي من الناحيه الثانيه هيبقى لونه اخضر. هو من الناحيه الثانيه هيبقى لونه اخضر. هيبقى لونه هو اخضر. انت فاهم ازاي؟ اوكي فهمت اصلا. تمام؟
ده فنار ابو منقار، اسف دي مجمر اللي فات هو ابو منقار، دي جزيره المجمر، ودي برضو خطيره يعني صغيره كده وفاهم ازاي، وفي الحته اللي شبرور طويل برضو. والحته اللي حواليها كلها مفتوحه يعني فاهم ازاي، يعني ممكن تبقى ماشي ملاحه كده مش همك وبتاع، بس خطيره جدا في مكان. وبعد كده طبعا الاشرافي، دي بقى مجموعه الجزر اللي في شمال الغردقه، ودي اللي يعني وانت جاي بقى من الشمال رايح على الجنوب بتبتدي بقى ايه المشاكل من اول الفنار ده اللي هو فنار الاشرفي. بقى مجموعه جزر كتير قوي بقى اللي هي في شمال الغردقه دي، الاشرفي والسيول والحاجات دي، والاخوين دي في وسط البحر، ابو كيزان وبعدين الفانوس احنا اتكلمنا عليهم يعني، الفوانيس اتكلمنا عليهم مجرد انها. وبعدين احنا قلنا فاهم ازاي، زي ما كنا عايزين نقول ان الفانوس بيبقى في مداخل المواني، اصل انت بتقول لي ايه لا بيبقى في لازم واحد اخضر الناحيه الثانيه، قلت لك لا مش لازم، بس هو في المداخل عموما او المخارج. يعني انت دلوقتي جاي بالبحر انت شايف حاجه، فبتشوف نور اخضر ونور احمر او لون اخضر ولون احمر، هتعرف انك انت بتعدي بينهم بحيث ان الاخضر يبقى يمينك والاحمر يبقى شمالك، خلاص خد بالك يعني بيحدد لك هتخش ازاي هتمشي ازاي. وممكن لو الممر متعرج هيحط لك اكتر من اتنين عشان ايه تمشي بينهم تمشي بينهم تمشي بينهم، خد بالك ازاي، وانت وراجع هتلاقيهم هم بس بالعكس بقى، بالعكس هتلاقي الاخضر يمين والاحمر شمال، خد بالك ازاي. ودي الفوانيس دي بقول لك في مداخل المواني ومداخل المناطق اللي هي بقى انت داخل، ودي بقى ايه بتبقى لازم اصلا انت داخل عليها بسرعات هاديه جدا، سرعات اللي هي سرعات الركب، خد بالك. اما بقى الفنارات انت بتبقى سريع لان هي في وسط الملاحه يعني في وسط البحر، تبارك ازاي. فدي ده الفرق، ده فرق بسيط قوي بينهم يعني. وبعد كده عايزين نتكلم على حاجه تانية ونتكلم عليها بقى في حلقه تانية لانها دمها خفيف جدا بصراحه، وعشان كده تلاقيني حتى لابس اخضر واحمر. ايوه بقى اخضر واحمر، فهنعتبر ان الفنارات كده يعني كده احنا غطينا على قد ما نقدر، وان شاء الله هننزل الاحداثيات بتاعه الفنارات وهنحاول نجيب الومضات بتاعتها. نشكر باشمهندس مجدي طبعا على الشرح الوافر، احنا كناش فاهمين يعني ايه فنارات وكنا بنقول الله البتاعه دي بتنور، بس انا مش فاهم البتاعه دي بتنور بتقول ايه اصلا. تاني هم بيتكلموا الصيادين بيقعدوا يا رشيد على المركب، واخد بالك ازاي، مدين ظهرهم للهيدنج، مدين ظهرهم للهيدنج، ظهره يعني باصين كده لورا، واخد بالك ازاي، يعني انت بقى كده دايما فاهم ازاي، ومش فارق معاك اي حاجه، واخد بالك ازاي. فانا مش شايف ان ده صح يعني، مثلا انا عايزك تعيش في الكيان كله، فمن ضمن الحاجات اللي موجوده في الكيان دي الفنارات اللي هي نقط الحدود، نقط الحدود المحددات بتاعه المكان. انا رايح اللي فات كان في واحد الرئيس كان عمال يلف في المركب يدور على حته يركب فيها، حضرتك كنت حاضر الموقف دوت وقعد يقول لي هو احنا ماشيين طول السكه دي؟ قلت له احنا مش ماشيين، احنا بندي لف عشان بندور على حته الرئيس يربط فيها. فكان الراجل انا بصراحه سعيد جدا انك انت لاحظت الحكايه دي وعلقت التعليق ده، ده دليل على انك انت بقى فاهم، واخد بالك ازاي. بص حاجه بسيطه ازاي اهي، واخد بالك ان ده دي كانت حتى بالنهار يعني وكانت واضحه زي الشمس. جزيره شدوان، جزيره هي من اكبر جزر البحر الاحمر على يمنا، وبعدين تبقى على شمالنا، وبعدين على يمنا، وبعدين على شمالنا، مش ممكن ده يبقى مسافه واحده. مش معقول نفس المنظر، هو بنلف. هو الرئيس كان بيحاول بيجتهد ان هو
يقف في حته بيدور الجو هدي الحته دي اللي ينفع يقف فيها بيدور عليها مثلا متسجله عنده على جي بي اس او حاجه يعني عمال يلف فاهم ازاي؟ انت لازم فاهم انه بيلف مش ان هو ماشي على طول وخلاص بقالنا كتير ماشيين لا احنا بقالنا كتير بندور فرق كبير جدا وانت لازم تبقى فاهم وبعدين ايه انت لو مش فاهم هتختلق مشاكل بالزبط. وانت مش فاهم ودي بدا الحقيقه كارثه طبعا يعني كارثه ان البني الناس الصيادين يعني يخترعوا او يتسببوا في مشاكل وهم اصلا مش فاهمين حاجه دي صح ده عيب جامد جدا وبيدي فرصه طبعا لو رئيس ما عندوش ضمير انه يتلاعب بيك طبعا طبعا انا يعني عشان ابقى انسان فاهم وعشان ابقى انسان متعلم انا كل مره لازم اجي هنا اهو عشان اتعلم من حضرتك اكتر واكتر وحضرتك تفيدني اكتر واكتر فالف شكر لحضرتك يا باشمهندس مجدي على استضافه حضرتك للبرنامج وليا في بيت حضرتك يعني الله ربنا يخليك يا فندم انت وكل الناس اللي بتحب تصطاد وعندها استعداد تتعلم ربنا يخليك يا فندم وتحياتي لحضراتكم واثقلنا على مجدي بيه بس احنا برضو مستمرين في الاثقال يعني برضو غلسين يعني احنا غلسين وشكرا لحضرتك يا باشمهندس مجدي وربنا يديك الصحه والى اللقاء جديد في حلقه جديده من اوت الصيادين ابقوا معنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.